دول 30,000 دولار بالتمام والكمال. عد. لا عيب يا مستر سانتي، معقولة أنا أعد وراك؟ استحالة أنا أعد. رمزي نعم دول، خد عد وراك. نتكلم في الشغل الجديد. أنا عايز 10,000 ورقة باردي بريفكس أرجو التزام. لا 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 لا، أرجو التزام إيه؟ إحنا في بيننا وبين بعضينا 15 صفقة قبل كده، عمري كنت مش ملتزم، وبعدين حضرتك أحسن واحد هتتعامل معاه في السوق هو أنا. تمام يا دولة. طلعوا كام؟ طلعوا دولارات يا دولة. بقول لك صنفهملي، ما أنا عارف إن هم دولارات، شوفهم كام دولار. بالمناسبة، تعرفش حد بيبيع بلح؟ بلح؟ أنا طبعًا، يعني أي حاجة أنا أقدر أتصرف فيها، ولا رمزي؟ نعم يا دولة. روح بسرعة هات قفصين بلح أجري. حاضر يا دولة. خد خد خد، تعال تعال، إحنا مستر سانتي صاحبنا يعني وعايزين نوجب معاه، هات نخلتين أجري. حاضر. نخلتين إيه مستر عادل؟ تعال تعال يا رمزي. مستر سانتي يعني حبيبنا وداخل على طمع، عارف عزبة النخل؟ روح جز النخل اللي هناك كله وتعالى. أيوة يا دولة. النخل إيه؟ أنا عايز 25 طن عشان صديقي في ناميبيا. مستر بولا هو عايز تاجر بلح يتعامل معاه، عايز صفقة 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ يا دول يطلعوا أكتر من 5,000 جنيه مصري دول. دول يا مستر سانتي، معقولة يعني تدور على تاجر بلح وأنا موجود؟ عيب يعني. أنت تاجر باردي؟ أنا أريد تاجر بلح. باردي بلح؟ بص أنا تاجر بتاع كل حاجة حضرتك يعني، وبالنسبة بقى للفواكه أنا ياما اشتغلت طبعا في البلح، وتاجرت في الجوافة وفي العنب، وتاجرت في كل حاجة حضرتك يعني، حتى التين الشوكي كنت بصدر التين في حتة والشوكي في حتة، مش كده يا رمزي؟ كده. والتين البرشومي مش كنا بنبرشمه هنا قبل ما نصدره بقى؟ أهو واحد، لا من هنا من عندنا ولا من عندكم. مال منين؟ والله ما عارف، أنا أصلي كان عندي صفقة حيوانات نادرة قبل كده، بعتها كلها، والحيوان ده بس هو الوحيد اللي محدش فهمه يعني ما استوعبوش، بس غريب قوي. بص تعالى كده يا رمزي، تعالى. بص ودانه، بص عينيه، أوريك حاجة كمان، بص ضحكته. حيوان نادر نادر يعني، ممكن أدهولك فوق الصفقة بتاعت البلح إن شاء الله. يعني أنت ممكن تخلص صفقة البلح؟ أخلص لك صفقة البلح ده في لمحة بصر، وبعدين حتى حضرتك يعني لو أنتوا مش عايزين البلح بعد ما أنا أجيبه أنا ما عنديش مشاكل، أنا ممكن أكله أو أكله للحيوان النادر أكل البلح أبو زلط ده. أوكي، أنا أكلم مستر بولا، نصك معاه معاد بكرة. أوكي. نورت يا مستر سانتي، مع ألف سلامة. مع ألف ألف سلامة، مع السلامة. ايه ده ايه ده ايه ده يا دولة ده ايه ده؟ طلعت بتفهم في البلح كمان. يا ابن البلح ده اسهل حاجة، ده انا اتاجر فيه كده وبصبع رجلي عادي جدا يعني، وبعدين البلح معروف قوي يعني ان هو احمر واصفر وزغلول. صح دول. طب بالنسبة للزغلولة دولة مين اللي هيزغطه؟ بص يا رمزة انا ممكن ارد عليك. يا ريت. بس هدايقك ومش هرد. بحوش يا فندم، الفلوس كلهم عند دولة هنا. ما طلبتيش بيهم ليه؟ بقى يا عين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الفلوس دي انا عايزكم تبقوا تعدوها وتطلعوا لي منها 2000 دولار عشان عندي غزاء عمل النهارده. يعني انت مش هتتغدى معانا النهارده يا عادل؟ هتغدى معاكم فين؟ الناس البيزنس مان الجامدين اللي زيي بيتغدوا وهم بيتكلموا في الشغل طول الوقت يعني. ايه ده؟ ايه البدل دي؟ بكام الواحده يا عادل؟ ياي دي بدل تري تري شيك يا عادل، مش معقول، ده نوع رير جدا، دي تلاقي البدله واحده بس ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ أنا ملبسي بدلة أقل من 1000 جنيه، يعني مش أقل من أستك. الله يرحم الشراب اللي من غير أستك. جهلة. وانت إيش فاهمك أنت في المكانة العظيمة اللي أخوكي وصلها دي؟ عموماً يبقى خدي لك أستك من الأساتك اللي أنا جايبها دي، اشتري لك بيها فستان جديد بدل الهدوم المقطعة اللي أنت بتعرينا بيها، ده مقطع مقطع كده. والصفقة دي عبارة عن ورق بردي أم تماثيل؟ لا، الصفقة المرة دي بلح. وانت ايش فاهمك انت في البلح؟ ايش فاهمني؟
انا عايش اساسا طول عمري مع بلحة يا حلوة يا بلحة يا مقمعة. وبعدين لعلمك بقى انا التراب في ايدي بيتحول لبلح لذهب. ايوة يا عادل، بس البلح ده له ناسه. طب ما انا ناسه يا ماما، انت ناسي قد ايه من وانا صغير كنت بحب البلح، وكنت دايما انت بتزعقي لي لما ببقع البيجامات بتاعتي. طب بقول لك ايه يا عادل، من فضلك وانت جاي ابقى هات لي 2 كيلو بلح. 2 كيلو بلح؟ اروح لتاجر زميل اقول له هات 2 كيلو؟ لا طبعا. طب ما علينا، عايز تشتري البلح ازاي يا فالح؟ البلح ده بنشتريه بالنخله، اجيب لكم نخلتين ثلاثه تتسلوا بيهم. هو انا فيا حيل اطلع نخله؟ لا ما تقلقيش يا طن، انا عندي الطريقه المثلى لتسلق النخول. ما انا عارفاها الطريقه المثلى دي، بالشلوط كده تقومي من تحت لفوق نطه زي الاسك، واقعدي فوق عند البلح براحتك بقى. يا جماعه انا مش فاضي للهزار بتاعكم ده، انا راجل بزنس مان مشغول جدا، هخش بقى اغير هدومي، البس بدله من البدلتين اللي عندي دول عشان اروح المشوار بتاعي. والبلح البلح البلح البلح، احمر احمر ابيض ابيض زاخر. ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين نتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه، وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى في ذوقي؟ ها؟ ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفنا باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده؟ انت لابس بدله جديده زي زيك؟ اوعى ايدك. لا بزيك ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دوله في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت مش فاهمك، انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دوله بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وكابتن فلافي مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي، لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا هكذا. ولا رمزي وقف هكذا ورايا. دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 تن كل 6 اشهر. 25 تن؟ لا لا عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في ماميبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في اميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا اللي ولا هي تفاصه وخلاص يعني. بس يا رمزي معلش احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده، دي شتيمه دي يا دول ولا ايه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش، لا بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان، وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا، وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت نمضي العقود. يا سلام، قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر ميعاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا، ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي نص ساعة، كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل.
نورتنا يا معلم عجوه. منور باصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكم ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكم في نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكم برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه، انت تقشر واحنا نجمع على مؤاخذه. تقشر ايه يا دقوله؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذه يعني يا معلم، عايزين نعرف، انا اصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه وخش السوق بالراحة واحدة واحدة. خش ايه يا عم، احنا داخلين نركن. عدم المؤاخذة يا معلم، انا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذة. 2 طن ايه؟ انت على كده بقى شغال على فرشة يعني، ما العامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله، ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه؟ ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي، هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبده أمهات. إيه القول؟ عبده أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع 2 طن وثلاثة طن؟ ماشي ماشي، لا يا مبينانا عادل بيه. قالوا لي ان انت الكبير. صح، ما انت خابر زين. لا انا مش خابر زين، انا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا نمتلك في جبلي 7000 نخلة، يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافة وفراولة. جوافة وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لك كبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباطة الكبير، احنا نمتلك فوق من 100000 نخلة، ده خلاف اللي لسه بيتزرع. بس انا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. اهو بقى بسكو عجوة سابو سلوى، انا عايز البلح. افهم يا ويل، دول حيعملوا بسكويت بالعجوة لدل الولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. انت تعمل لي فيها ماما نجوى، انا عايز البلح يا عمي. احنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكويت ابو عجوة. صرف نفسك بال20 طن وبعد كده لو انت عايز 1000 طن رقبتي سدادة. ماشي ماشي عم امهات. بالاذن. اتفضل، مع الف سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم علي. يا دولة، هتجهز اللواري؟ انا بتحارب يا رمزي، انا بتحارب، خايفين مني ان انا انزل اكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلحة بلحة، مشنة مشنة، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكرة الصبح هنفتش السوق فرشة فرشة، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. منك ليه؟ لها لها ليها لها يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع صوت الناس. تمام يا كبير. ايه كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسيه، انت مش شايف الشمسيه يا علاء؟ ايه اديه كل البلح اللي معاك. ايوه اه تمام يا بيه. طيب يا سيدي، خد اتكل على الله اللي بعت. تعال يا ست. اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ ينفعنا برضك في أي صفقة تانية؟ خدوا مين هيال؟ عناية يا كبير. خدي يا ست. مرضية؟ مرضية يا بيه. نجر يا خد. اللي معاك دول كم كيلو ما؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو؟
ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك، هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك على قرب يا ولد، بتضحك علي؟ يا نهار اسود، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي، ده انا بنام وعندي عين مقفوله وعين مفتوحي، اكيد المعلم عجوه هو اللي مسلطك على، ما توعى يالا خليك بتفهم كيدي، اوعى، المعلم عجوه هو اللي زقك علي، ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. خدي الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه هلا. عينيا يا كبير. سماح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته معاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرس البيضي، وخلي الفرسه تجري 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 وهو بصابعه كده في الاسفلت زي المليجي في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا ولد. اللي بعد خش يا سيدي. ايوه جاي، معدين عناب، معدين جابونيو. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. واجب يا كبير. وبص يالا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5-6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس النبات دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع النخله على طول، دي ما بتتاكلش. افهم بقى يا غبي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا. مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد يوزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير، بالاذن، اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه عما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكمية الرهيبة دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حويت حوطانة، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكة في التعاملات التجارية كده، ده انت مدرسة. لسه شفت حاجة، انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي يا معلم يا كبير. بقول لك ايه يا رمزي؟ أؤمر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده. عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى القلاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي. هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده اهو من على قرطي، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده اهو. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس بس بس. بقول لك ايه، امتى مساء مستر عادل. اهلا. اخبارك ايه؟ وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده كبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟ دولا 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 د
مش لاقيها مش بوظ الصفقة. معلش دراع اليمين سعيز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. أريد أن أرى البلح. أوي أوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن إتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية كبير. تفضل يا كابتن. تفضل 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 تفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وبالنسبة للمساعد اللي معاك ده منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟ ايه في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عملية التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فترة خزنته. ايه اللي حصل؟ شقع عمري باظ. شقع عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقية البضاعة باظت ولا لا. شقع عمري بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 داهية. طب وبعدين؟ والعمل ايه يا بولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة. التلاجة التلاجة وحبيبتي جوه التلاجة. 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 التلاجة التلاجة.